باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. بمعونه ربنا نتكلم مع بعض النهارده عن المسيح المركز. المسيح هو مركز حياتنا، هو كل ما لنا، هو حياتنا الابديه معا، رجاءنا وخلاصنا وشفاءنا وحياتنا الابديه معا. وبيقولوا يعني هذا المعنى في للاهوتيين والاكاديميين الدارسين، بيتكلموا عن نظرية اسمها وحدة، نظرية وحدة البشرية اللاهوتية. يعني وحدة النظر البشرية اللاهوتية عشان بس ما نتخضش، هي معناها اتحادنا بالمسيح وكيف أننا جميعا نصير واحدا معه. هو مركز الخليقة الجديدة، وأيضا يسمي الآباء هذه النظرية بنظرية الانجماع الكلي، أننا جميعا نصير واحدا في المسيح. المسيح هو المركز، المسيح هو البؤرة، المسيح هو القضيب، المسيح هو المغناطيس، المسيح هو الجاذب، يضمنا ويوحدنا ويؤلفنا ويجذبنا إلى شخصه الإلهي. وحدة البشرية في المسيح، المسيح هو مركز حياتنا. هذه النظرية أو هذه الفكرة ليست مجرد أيديولوجية ولا فكرة نظرية، لكن لا يصير المسيحي مسيحيا إلا باتحاده بشخص المسيح، ولا يصير المسيحي مؤمنا بالمسيح إلا عندما يؤمن بالمسيح ويعمل أعمال المسيح. فالمسيحي ليس فقط هو الذي دعي عليه اسم المسيح، ولكن المسيحي هو الذي يثمر ثمار المسيح، نوره وملحه وفرحه وأداسته وعفته وصلاحه. وغاية سر التدبير الخلاصي أن نصير واحدا مع المسيح ويصير هو الكل في الكل. يعني المسيح بدايتنا وآخرتنا وألفنا وياءنا وباءنا وكل ما لنا. هو يستقطب ويوحد ويجمع ويجذب ويصالح ويربط الأعضاء كلها ببعض. الجسم المتشرزم المفكك ليس لن يكون أبدا جسدا المسيح. لذلك المسيح هو الرأس ونحن جميعا أعضاؤه، أعضاء بالوحدة، أعضاء بالإيمان، أعضاءه بالشركة، أعضاءه بالشهادة، أعضاءه بالخدمة الدياكونية، وأعضاءه بطاعة الوصية. نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، نتحد به اتحاد العروس بالعريس، فهو العريس السماوي وهو رأسنا ورب كل أحد. جاء لكي يضم كل البشرية في شخصه بدمه السمين، قد صنع المصالحة. كنيسة جماعة المؤمنين، نحن جماعة في وحدة أصلية. الوحدة دي ضد التشرذم، الوحدة دي ضد الانقسام، الوحدة دي ضد التشتت، الوحدة ضد التفتيت. لذلك كل من يحب المسيح ويؤمن به، المسيح الحقيقي هو من يجمع، المسيح الحقيقي هو من يوحد، المسيحي الحقيقي هو الذي يحيا بمنهج المسيح لكي نكون جميعا جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. جميعنا أهل ورعية بيت الله، جميعنا أبناء، جميعنا أحباء، جميعنا من بطن واحدة التي هي رحم الكنيسة المعمودية. لذلك كل إنسان مسيحي حقيقي يتبنى دعوة الوحدانية، وهو ده اللي احنا بنقوله
في صلاة باكر كل يوم أننا أسألكم أنا الأسير في الرب أننا جميعا مدعوين إلى رباط الصلح الكامل في المسيح يسوع. المسيح بالتجسد احتوى البشرية كلها، الزمني اتحد بالله زمني، المحدود اتحد بالله محدود، أنتم في وأنا فيكم. يا بختنا يا هنانا، احنا في المسيح والمسيح فينا، أقوالنا أقواله وأعمالنا أعماله وسلوكنا سلوكه وتفكيرنا هو فكر المسيح. الإلهي قد اتحد بالبشري، والمنظور قد اتحد بغير المنظور، والكنيسة المجاهدة على الأرض متحدة مع الكنيسة العليا المنتصرة في السماء. أصل المسيح لم شملنا، أصل المسيح وحدنا، أصل المسيح جمعنا، أصل المسيح احتوى البشرية كلها، جمع النفس مع الجسد، والسمائيين مع الأرضيين، والشعب مع الشعوب، صالح الكل، وحد الكل، ألف الكل، وقد جعل الاثنين واحدا، وضع الكل تحت رأس واحد، فنصير جميعا في رباط واحد كامل. المسيح هو الكريستوسنتريك، هو وحدتنا، وهو مغناطيسنا، وهو رأسنا، وهو الذي يجذبنا، وهو الذي يذيب المتناقضات بيننا، هو الذي يجمع المتناقضات ويجعلنا نقبل بعض ونصالح بعض، بعيدا عن التشرذم، وبعيدا عن التفتيت، وبعيدا عن التخبط والملاسنات، وبعيدا عن العداوات، وبعيدا عن الاستعلاء. فلا تستعلي العين على اليد، ولا يستعلي الرأس على الجسد، فجميعنا في منظومة واحدة. المسيح هو يغذينا وينمينا فيه، وبيه يتمجد اسمه القدوس، لكي نكون معه واحدا من الآن وإلى يوم مجيئه على السحاب، لتنظره كل عين والذين طعنوه أيضا. والمجد للثالوث القدوس المبارك، إلهنا الواحد الوحيد، له المجد في الكنيسة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.